كابوس المراهقين الأكبر اللي يخوفهم وينغص حياتهم حب الشباب. hey. يا حليلك يا سعيد، أنت من بين 700 مليون مصاب بحب الشباب حول العالم. huh? وصحيح أن 70 إلى 87% من حب الشباب يصيب المراهقين، لكن أيضا الأطفال والبالغين وحتى الشباب معرضين للإصابة. وفي النساء 40% من بعد عمر 30 ممكن ينصابون بحب الشباب، خاصة مع التغييرات الهرمونية. حب الشباب سببه التهاب بكتيري، ويحدث لما بصيلات الشعر تنسد من كثرة إفراز الدهون. ممكن الحبوب تكون خفيفة تكفيها العلاجات الموضعية، لكن ممكن تكون شديدة تترك ندبات وحفر تحتاج غالباً للعلاج بالفم. من أكثر المشاكل اللي أشوفها في عيادتي حب الشباب، وأعرف تماماً تأثير هالحبوب على الحالة النفسية. لكن اطمن يا سعيد، الحلول الحمد لله موجودة، لكن كل ما بدأت بالعلاج مبكراً كل ما كانت النتيجة أفضل. للمصابين بحب الشباب أقول لكم طولوا بالكم، أهم شيء تهدون عنكم عادة تفعيص الحبوب. عساكم دوم بصحة وسعادة.